يوماً خلق الأشياء من العذاب. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا ظاهر يا باطن يا أحكم الحاكمين يا عادل العادلين يا أسلم الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث استعد لك شما میگم منظر مبرامون ما و مشتوب آقا به امید آمدم خانه خرابم نکنی یا غفار به نور کهت دینا و به فضل کستق نینا و به نعمت که اسبخنا و امسینا یا ابن جان را گرفتم یا غفار به نور که تدینا و به فضل کستق نینا يا حبيب يا حبيب يا حبيب
لجعفر ابن محمد لجعفر ابن محمد الهي لموسى ابن جعفر لموسى ابن جعفر يا حي الذي ليس كمثله يا حي الذي لا يشارك يا حي الذي لا يحتاجه إلا يا حي الذي يميت كل يا حي الذي يرزق كل يا حي لم يرث الحياة من حي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي يا من قربني